هاي هي سوريا القوية اللي بترمم حالها بحالها وبخيراتها. سوريا اللي عم تلاقي حلول لكل شيء بأقل الموارد والإمكانات. أنا عامل هذا الفيديو للمغتربين وبدي أقلن على شغلة، ما تروحوا محل تاني بعطلتكم، ما في شيء مثل الإجازة بالبلد. الأذان والجامع مقابلهم دايما في كنيسة وجرس، يا مقابلهم يا قلب لزقهم. وطبعا بالشام ما في شيء اسمه كنيسة أو جامع عادي مثل باقي دول العالم، لا، كلهم أعمارهم ألف سنة وأكثر. الخشوع والرهبة ممكن تحس فيها قدام هاي المعالم الدينية العظيمة. بلدنا ما فقدت ريحتها ولا فقدت تفاصيلها، بلدنا بحياتها ما بتخرب. سوريا مبنية على أساسات قوية كتير وعظيمة كتير، وما في شي بيخربها. سوريا العريقة والشام العتيقة وياسمينة وأبنيتها اللي شهدت على تاريخ آلاف السنين ما رح تنهد بهالكم سنة. الشام قد ما هي قديمة قد ما هي ماكنة وقادرة تتحمل وتحتوي وتوقف، وراح تظل واقفة طول العمر.